مساء الخير جميعا واهلا بيكم في 90 دقيقه مع معتز الدمرداش. النهارده على فكره هيكون ضيفنا واحد من رموز الفن المصري، الدراما والسينما والمسرح والاذاعه، صاحب علامه كبيره في السينما والتلفزيون والمسرح، هو النجم الكبير يوسف شعبان. الفنان القدير فاجئ جمهوره في مصر والعالم العربي باعلانه لاعتزال. النهارده في 90 دقيقه هنواجه الاستاذ يوسف شعبان بالسؤال الاهم، يا ترى ايه الاسباب اللي خلته اقدم على هذه الخطوه بعد حوالي نصف قرن من العطاء في الفن المصري؟ يا ترى يوسف شعبان هيعتزل ليه؟ ايه الشيء اللي ممكن يجبره وهو صاحب هذه المسيره والعطاء الكبير بالنسبه لمشاهد وجماهير تنتظر منه اعمال وتنتظر منه مسلسلات وتنتظر منه افلام وتنتظر منه الكثير والكثير، ان هو يعلن اعتزاله في يعني نقول ايه اواسط عام 2017. طيب استاذ يوسف هيبقى معانا وهنجري معاه حوار شامل ونتكلم معاه على الفن وكيف يرى الفن والفنان المصري في هذا الزمن. طيب هبدا 90 دقيقه من القاهره. النهارده اتقدمت هيئة الدفاع عن نادية فتاة حلوان اللي بتقول انه تمت تعريتها وهتك عرضها وسط الشارع بمنطقة المثلث بحلوان، تقدمت ببلاغ لوزير الداخلية بتطالب فيه باتخاذ الاجراءات القانونية وضبط صاحب محل واربع سيدات تورطوا كما تدعي او تقول في هتك عرض الفتاة وتجردها من ملابسها وسط الشارع. معايا دلوقتي نادية على الهواء مباشرة. نادية مساء الخير، ايه اللي حصل وايه اللي وصل الامور للمشهد الغريب ده؟ مساء النور يا استاذ معتز. اهلا وسهلا يا نادية، اتفضلي. والله اللي حصل لماما وطنط يوسف كانوا بيتكلموا عادي، مفيش اي مشاكل ولا اي حاجه، فبابا قال لي خرجي انت ازازه بيبسي اللي عند عم خالد. خرجت ازازه بيبسي، لقيت عم صبحي قاعد مع عم خالد، لقيته زعلان شويه، بقول له يا عم صبحي ما تزعلش، انت عارف ماما اختكم وهي بتحبكم. فراح قايل لي هي ولا اختنا ولا نعرفها، وراح جايبني من الحجاب بتاعي اللي هو الخمار وقلعهولي وقلعني نص هدومي. بابا بيبص من الشباك على صوتي لقاني كده، خد السكينه وطلع يجري بيهوش بيها، كلهم اتلموا عليا. راحت عم صبحي راح ماسكني من شعري، وطنط ام يوسف وطنط ام عسليه راحوا مقلعيني هدومي، وانا مش عارفه اعمل ايه، بحاول استر نفسي، كان كل اللي هيهمني ان انا استر نفسي. راحت طنط نجلاء راحت ضربوني على ايدي وانا بستر نفسي، ما كنتش عارفه اعمل اي حاجه. بابا لقاهم بيضربوا ماما سلكها ودخلها، كل ده ما كانش يعرف ان انا بره، افتكرني خلاص دخلت البيت عماله اعيط واقول يا بابا يا بابا يا بابا الحقني يا بابا الحقني. راح جه دخل البيت دور عليا ما لقانيش، حرق تاني لقاهم معرييني وشباب كتيره جدا في الشارع. راح قعد يعيط ويقول بنتي لا بنتي لا بنتي لا لحد ما سلكني من النوم. وبعد كده خدني في حضنه عشان يحاول يسترني. كان بيحاول يسترك. انت في اللحظه دي كنت متعريه على الاخر ولا ايه؟ كنت بالهدوم الداخليه. بالهدوم الداخليه في الشارع؟ ايوه، وقدامي الشباب كلها والشارع كله، يرضي مين ده؟ معلش يا ناديه، انت عندك كام سنه؟ أنا 15 وكام شهر. يعني 15 وماشية في 16، يعني عروسة. وفي سنة كام؟ في أولى ثانوي. طب معلش للناس اللي بتتابعنا، مين عم صبحي؟ مين طنط أم عسلية؟ مين طنط أم يوسف؟ دول جيراننا، ما كانش في أي مشاكل خالص، بابا كان بيحبهم وهم كانوا بيحبوا بعض، معرفش إيه اللي حصل، معرفش إيه اللي وصلهم للمرحلة دي. أنا عمري ما غلطت في أي حد منهم ولا قلت أدبي على أي حد منهم. عمري ما كنت أتخيل إن هم يعملوا معايا كده. يعني اللي أنا أفهمه من كلامك إن في خصومة أو خلاف ما بين والدك وما بين الناس دي جيرانكم، فهم يعني زي ما تقولي انتقموا منك أنتِ؟ مش مع والدي، مع طنط أم يوسف مرات عم صبحي وأمي. مع طنط أم يوسف وأمك والدتك. ايوه، بابا حضني عشان يحاول يسترني، راح عم صبحي بيشدني من شعري تاني عشان يوديني لطنط ام يوسف. ايه اللي بيحصل على الهوا ده؟ الاصوات دي ده الاطفال كانوا دخلوا عليا وخرجتهم.
الاطفال اللي في بيتكم يعني. ايوه. طب هو انا عايز اعرف ايه اللي دخل الخلاف ان هم يجردوكي من ملابسك يا ناديه؟ انا مش عارفه ليه عملوا فيا كده، مع اني كنت كويس جدا معاهم. يعني مفيش خلاف اساسا ما بين الناس دول وما بينك صح؟ لا مفيش اي خلاف خالص. يعني طب الموضوع بدا ازاي عشان بس نفهم؟ دايما كل خناقه بيبقى ليها مقدماتها، ايه اللي حصل عشان يجردوكي من لبسك؟ اللي حصل معرفش، انا كنت رايحه اشتري بيبسي، كان طنط ام يوسف وماما كانوا بيتكلموا بيعاتبوا بعض، حصل كده معرفش حصل كده ليه. طنط ام يوسف وماما بيعاتبوا بعض. ايوه، وانا سايباهم بيعاتبوا بعض. بابا يعني ما يعني ما تخيلناش خالص ان ممكن المرحله توصل كده. خرجت اجيب ازازه دبس، حصل بابا حضني عشان يسترني، عمي صبحي جاي بيشدني من شعري عشان، وبيدي بابا برجل عشان يجيبني لخالة ام يوسف، وعم خالد جاي يديله بالسكينه على دماغه بس بابا صدها. راح بابا راح هو بيهوش بالسكينه راح جايه في رجله. بابا لو كان عايز يموته حضرتك كان اداله في دماغه او في قلبه او في اي حته تانية. ازاي بابا يتحجز؟ بابا المفروض يتكرم عشان كان بيدافع عن شرفه. ازاي حضرتك يهددوني على السوشيال ميديا يقول لي احنا هناخد شرفك في الشارع زي ما قلعناك هدومك؟ ازاي يقول لي احنا نقتل اخواتك الصغيرين؟ اخواتي الصغيرين دول ثالثه ابتدائي وخمسه ابتدائي، ازاي يقول لي احنا هنقتل عمك؟ ازاي كل ده؟ ازاي ندخل البيت بتاعنا كانوا هيولعوا فينا البيت؟ ازاي؟ يرضي طيب. مين ده؟ طيب يعني دلوقتي لو اي حد دلوقتي يرضى لاخته او بنته او اي حد يتعرف الشارع فانا يبقى بابايا ظالم. طب ناديه افهم منك ان الوالد محبوس دلوقتي مظبوط؟ ايوه محبوس ليه؟ انا عايز اعرف والدي محبوس ليه؟ طيب. بابا كان بيدافع عن شرفه، عمي سيد وهو بيقلعي هدومي كان بيقول لي الفاظ جزره، كان بيقول لي مش انت اللي والدك بيتشرف بيكي في الشارع؟ انا هوريكي باباكي دلوقتي الناس هتاكل وشه ازاي؟ وقعد يقول لي كلام مش يعني مش عارف اقول لك كلام عامل ازاي، كلام وسخ جدا. لا انا فاهم مش لازم تقولي، انما اللي احنا نقدر نفهمه، انت رحتي الاسم يا ناديه عملوا ايه معاكي في الاسم؟ رحت الاسم حضرتك لرئيس مباحث حلوان قال لي لازم هو اللي يجي يعمل محضر. اتصلنا بوالدي قلت له، قال لي مش هينفع عشان انا معايا اطفال. قال له طب خلاص انا هاجي لك. قال لي يا ناديه انت تعرفي تروحي لحد بيتكم؟ قلت له ايوه حضرتك. قال لي تعالي. رحنا خبطنا على الباب ما لقيتش حد، كسروا الباب ما لقيتش حد، قعدت خمس دقايق لقيت سويت بطريقه فظيعه، واطلعي يا بنت المعرفش ايه، واطلع يا محمد يا اللي فيك وفيك، وقعدوا يشتموا بطريقه فظيعه، وكانوا عايزين لنا بالتحديد مش عارفه ليه. رئيس مباحث حلوان دخلني عند جارتي، بعديها بابا اتصل رديت عليه قال لي انت فين؟ قلت له انا عند البيت. قال لي انزل لك. راح رئيس مباحث حلوان قال له لا ما تنزلش، قال له اقف لي عند مسجد الصحابه. راح رئيس مباحث حلوان راح جايبه وركبنا العربيه، راح قال ساله فين السكينه اللي انت عملت بيها كده؟ قال له في الشقه. قال له روحتها. بابا راح جابها وجه، ورحنا قسم شرطه حلوان، وبعد كده رحنا النيابه. بعد ما رحت النيابه رحت عملت تقرير طب شرعي. بعد كده نزلت البيت بتاعنا عشان عايز اجيب هدوم عشان اقعد عند صاحبه ماما، ما لحقتش اجيب هدوم، انا ماشيه بشعري من هناك. طب انتوا قاعدين في البيت دلوقتي ولا سبتوا البيت؟ سيبنا البيت، مهددنا بالقتل وكانوا هيولعوا بينا البيت. طب التعامل معاكم في القسم كان ازاي؟ لا التعامل كان كويس جدا، كتر خيرهم والله، هم كانوا بيعاملونا كويس جدا. وكانوا مقدرين سني برضه، كانوا بيعاملوني كويس جدا. معاملة كانت كويسة. طب الحمد لله. انتوا دلوقتي يعني ظروفك ايه؟ عايشين ازاي؟ ايه اللي انت طالباه دلوقتي يا نادية؟ اللي انا طالباه ان سندي في الدنيا يخرج، انا ماليش غيره. يهدي مين اللي اب بيدافع عن شرفه ما يبقاش موجود؟ انا ماليش غيره. ربنا يسهل وتلقى يعني هذه الدعوه اذان صاغيه. اللي عملوا فيا كده لسه بره عايشين حياتهم، ووالدي اللي كان بيدافع عن شرفه موجود دلوقتي في السجن، ازاي؟ يعني عايزه تقولي لي ان الناس اللي قلعتك هدومك في الشارع لسه ما اتقبضش عليهم او اي شيء؟ ايوه ما حدش اتقبض عليهم، عمالين يهددوني بالقتل انا واخواتي. ازاي يقولوا لي احنا هنطلع شرفك في الشارع قدام الناس كلها زي ما قلعلك هدومك؟ يرضي مين ده؟ طب ممكن تقولي لي الاسره بتاعتكم مكونه من كام فرد؟ امي واختي
اختي التانيه في اولى اعدادي، واخويا الصغير في ثالثه ابتدائي، واخويا الكبير في خمسه ابتدائي. وكلكم دلوقتي مقيمين بره البيت. بره البيت. ووالدك امي. ووالدك محبوس. ايوه محبوس. انا ماليش غيره، انا دلوقتي تعبانه، عايزه حد يوديني المستشفى، مين هيوديني؟ عايزه حد يقدمني في المدرسه، مين هيقدمني؟ طيب مهمه جدا الاسئله دي كلها، واحنا هنحاول ان احنا نجيب لك اجابات عنها. والدتك موجوده معاكي يا ناديه؟ بس انا عايزه اقول نقطه. بالنسبه طب بصي يا ناديه، معلش انا مضطر ان انا اتوقف عند فاصل اعلاني كده صغير، وارجع لك من فضلك ما تقفليش علشان نكمل حوارنا مع فتاه حلوان اللي بتتهم بعض الجيران بمحاولة تعريتها وهتك عرضها في الشارع. يعني طبعا في فيديو وصور، هنحاول ان احنا نكمل مع نادية بعد الفاصل في 90 دقيقة. اوعوا تروحوا في اي حتة. خلي بالك لما يبقى عندك موضوع او قضية فيها طرف واحد ولسه ما كلمتش الطرف التاني، ما ينفعش انك انت تجزم بان رواية الطرف اللي بيشتكي لما بيطلع في الاعلام يعني هي الرواية الحقيقية وهذه عين الحقيقة وما فيش ليها اي يعني ايه اوجه اخرى، لان ده مش شغلتي ان انا اطلع اقول ان نادي عندها حق والاخرين ما عندهمش حق. انا لازم احقق في ما حدث من وجهة نظر كل الاطراف، عشان كده انا بقول نادية الفتاة اللي بتقول او بتدعي ان تم تعريتها في حلوان. بس حبيت بس انا اوضح النقطة دي علشان تبقى اساس لينا ننطلق منه في مناقشة مثل هذه القضايا. نادية عندها 15 سنة، اللي فهمته انها حصل خصومة ما بين اهلها وما بين مجموعة من الجيران، فما كان من هؤلاء الجيران الا ان هم اتعدوا عليها، شالوا لها حجابها، عروها، شالوا كل هدومها ما عدا الملابس الداخليه على حسب روايتها. ودلوقتي هي بتناشد النائب العام انه يعني ينظر في امر والدها، لان والدها نزل وحاول يدافع عنها بسكينه، وبالتالي هو محتجز لسبب ان هو كان بيدافع عن شرفه امام اهل الحي ومتحفظ عليه لحين طبعا النظر او البت في موضوعه والتحقيق معاه فيما نسب اليه من اتهامات. طيب هل نادية معايا دلوقتي على التليفون؟ لسه من شوية قالت انها اتعاملت كويس في اسم الشرطة، وقالت ان هي هربانة هي واهلها من البيت لما تتلقاه من تهديدات بالقتل من جانب خصومهم اللي هم الجيران اللي قاموا بالتعدي عليها على حسب روايتها. وهي ووالدتها واخواتها مشيوا من المنطقة وراحوا مقيمين عند اقارب او عند ناس يعني معارف في منطقة اخرى. طيب نادية تبقى معانا بعد شوية. طيب هو الشيء المحير في هذا الموضوع لو خدتوا بالكم انه نادية عندها 15 سنة، يعني بنت صغيرة، ما افتكرش ان هي طرف في الخناقة. وطريقة يعني الايه الانتقام من حد يكون بينك وبينه خصومة ان انت تعري له بنته، يعني ما فيهاش نخوة. مش عارف يعني هل ده الرواية ايه اللي حصل، ايه رد الفعل ده كان بناء على ايه اللي حصل. برضو نادية معايا مرة تانية. نادية انا اللي قلته دلوقتي ان انت بتناشدي النائب العام النظر في مسألة احتجاز والدك، وانك انت بتقولي ان الجيران اللي هم على خصومة معاكم بيبعتولك تهديدات بالقتل، وان انتوا اضطريتوا ان انتوا تسيبوا بيتكم وتروحوا تعيشوا في منطقة تانية تقيموا فيها مؤقتا عند احد الاقارب او المعارف، مظبوط؟ أيوة. لان احنا نزلنا تاني يوم البيت نجيب هدوم بس ونمشي تاني، كانوا هيولعوا بينا البيت
بشهادة أمين الشرطة والجيران. نرضي مين ده؟ نرضي مين يبقى والدي محبوس عشان بيدافع عن شرفه؟ يرضي مين؟ يرضي مين يبقى أطفال زي دول متعددين بالقتل؟ يرضي مين يبقى أنسة زيي يقولوا لها هنطلع لك شرفك وسط الناس كلها زي ما قلعناك هدومك؟ يرضي مين؟ طيب انت طبعا ليكي الحق انك انت تقولي اي شيء طالما ما فيش حد لسه بيرد، بس احنا بنعرف برضو الموضوع من وجهة نظرك يا نادية، وخليكي معايا علشان ناخد رأي القانون في هذا الموضوع. معايا على الهوا مباشرة المحامي بالنقض الأستاذ عصام عجاج. برحب بيك أستاذ عصام، يا ترى حضرتك شايف الموضوع ده ممكن يروح في أي اتجاه قانوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا. وللسادة المشاهدين يا أستاذ معتز، أهلا بيك. الرواية زي ما بتحكيها لو هي صادقة بالفعل، هو والدها وفقا لما قرره المشرع في قانون العقوبات، المشرع أعطاه حق الدفاع الشرعي عن بنته، وده سبب من أسباب الإباحة اللي نص عليها المشرع في قانون العقوبات المادة 246، حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال. والنفس داخل فيها جرائم العرض، يعني النفس إذا كان نفسه حياته أو عرضه، فدي سبب من أسباب الإباحة، لأن المشرع النهاردة بيفضله بين حاجتين: حق اللي موجود اللي هو حق المجني عليه في حياته، وحق حق المتهم في حياته، وحق المجني عليه في الفعل اللي وقع عليه. الأولى بالنسبة للمعتدي حق بنته، حق بنته دوت بيغلب المصلحة على حق المعتدي عليه إذا كان بيتوفر الشروط اللي احنا بنقول عليها عشان ما نخرجش بالمشاهد بعيد. شروط الدفاع الشرعي: خطر غير مشروع، خطر غير مشروع ده واقع عليها بتعريفها في الشارع، ان يكون الخطر ده بيهدد بارتكاب الجريمة ضد النفس. جريمة ضد النفس دي واقعة آتية من مجرد تعريفها في الشارع بيعرضها طبعا ان الناس كلها بتشوفها، ممكن عند اي حد يصورها، فيها اساءة لسمعتها بالغة، فيها حاجات كتير قوي ممكن يتم التعدي عليها من جراء هذا. ان يكون الخطر حال، يعني ايه الحال؟ انه ما يكونش يقدر المتهم اللي هو والدها انه يلجأ للسلطات العامة في ذلك الظرف العصيب او الجريمة الحالة، يعني ما عندوش وقت ان هو يتصل بحد عشان ينقذ. القانون اعطاه حق التدخل للدفاع الشرعي عن ابنته. طب كويس، يعني النيابة لو درست القضية ولقت ان هو كان في حالة دفاع شرعي عن بنته في هذا الظرف، بتقوم بالافراج عنه؟ طبعا ده بيتم التحقيقات، بس بعد ما يتم التحقيقات يا استاذ معتز. النيابة في مثل هذه الظروف بتاخد التحقيقات كاملة. انا عايز اقول برضه هي لا تتخوف من مجرد ان والدها تم حبسه وفقا للواقع زي ما هي بتحكي مباشرة، لان النيابة لسه هتطلب تحريات المباحث، فتستكمل اقوال التحقيقات في استجوابات كتير. اذا رأت بان المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس بتخلي سبيله، وحتى ان لم تخل السبيل عندهم طبعا حق المعارضة امام القاضي الجنائي قاضي المعارضات، ولهم عايز اقول ان احتماليه كبيره في اخلاء سبيل المتهم وفقا لهذا الظرف. لا، ده هو بيستفيد اكثر امام المحكمه الموضوع، يعني امام المحكمه الموضوعيه بيستعمل او بيستفيد من سبب من اسباب الاباحه او موانع العقاب، ان هو كان بيدافع عن بنته دفاع شرعي عن عرضها، ومن ثم عايز زي ما اقول ايه القانون بيعطي له سبب مقنن في قانون العقوبات. طب ايه المساعده اللي احنا ممكن، استاذ عصام، ايه المساعده اللي احنا ممكن نقدمها للفتاه ناديه اللي هي لا يتجاوز عمرها 15 سنه؟ هو القانون، بس قبل ما اقول المساعده يا استاذ معتز، القانون لا يفرق بين مجني عليها بنت او كبيره في مثل تلك الجرائم. جرائم هتك العرض. معايا اللي بتتم انها جرائم هتك العرض او جرائم الفعل الفاضح او ما شابه ذلك، القانون ما بيفرقش فيها الا في حاله واحده فقط لا قدر الله، هي حالات الاغتصاب، دي اللي بتشدد فيها العقوبه اذا كان المجني عليها دون سن 15 او 18 وفقا لما قرر المشرع في قانون العقوبات. لكن انا بقول ان القضيه لو انا استاذن معاليك بعد قراءتها ودراستها وان انا اتيقن من ان هناك عايز اقول في ظلم وجور تم على البنت وانها مجني عليها بالفعل، انا بتطوع تطوع كامل في الدفاع عن والدها وعنها. طيب ارقام البنت موجودة مع الاعداد وهما يتواصلوا مع حضرتك، وبنشكرك طبعا على المبادرة وعلى عرض دعمك ليها، وهنتابع ايه الموضوع هيروح لفين
ده كان المحامي بالنقض الأستاذ عصام عجاج. طيب بشكر أستاذ عصام وبشكر نادية، وإن شاء الله يبقى في متابعة لو حصل تطور في الموضوع. يعني تدخل الأستاذ عصام راجل يعني متمكن وراجل محامي له سمعته، إن شاء الله هيفيدك يا نادية في كل الأحوال، وربنا معاك إن شاء الله.